رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا بسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في فيء القصور العالية، تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية. فهذه وصيتي مخبرة بحالية. طوبى لمن يسمعها، تلك لعمري كافية. أبو العتاهية، الشاعر العباسي الشهير وصاحب الشخصية المتناقضة، أبو العتاهية الذي نقدمه كأكبر مثل في تاريخ الأدب العربي لانفصام الشخصية. ذوي الشأن أحبوه وقربوه، ومع ذلك جلدوه وسجنوه. الشخصية التي عرفت بمجونها وعبثها، ومع ذلك سمي بالشاعر الزاهد. الشاعر الذي أطرب الملوك بشعره ثم رددت العامة قصائده. بعضهم قال أنه أشعر العرب، والبعض الآخر قال أنه صاحب شعر رخيص لا يعتد به. أبو العتاهية الذي أحب الناس وكرههم، البخيل الذي رفض المال، الطموح الذي أبى المراكز، ذاك هو أبو العتاهية الذي نقدمه اليوم متهما أمام محكمتنا الأدبية. محكمة، بسم الله والحقيقة نبدأ المحاكمة. المتهم، حتى هنا يا عطر، حتى هنا تلاحقينني؟ ألا يكفيك ما قسيته منك وبسببك في حياتي؟ اسمك؟ إسماعيل بن سويد بن كيسان مولى عنزة، وكنيتي أبو إسحاق. بل لك كنية أخرى اشتهرت بها. حسنا يا عطب، كنيتي أبو العتاهية. ولما كنيت بهذا؟ أعترض سيد القاضي، الادعاء العام يقاطع الاستجواب دون حق.
إنما أردت أن يكون الاستجواب وافيا. هذا اتهام للقاضي بالعجز وعدم القدرة على الاستجواب. الاعتراض مقبول، لا حق للادعاء بمقاطعة استجوابي للمتهم. متى ولدت؟ أجمع المؤرخون على أني ولدت عام 130 للهجرة، أي قبل انهيار الحكم الأموي بسنتين. أين ولدت؟ في عين الموت. بل في عين التمر في العراق. عين التمر صارت عين الموت وما تخلت عن هذه الصفة. ما الذي تعنيه؟ سيد القاضي، عند الفتح الإسلامي للعراق نشبت معارك هائلة وشديدة عند عين التمر، وما انتهت المعارك إلا ورائحة الموت تفوح من أرجائها، وقد رافقها الخراب منذ ذاك الوقت. ما هو تاريخ وفاتك؟ صباح الاثنين في الثامن من جماد الآخرة عام 213 للهجرة. أين كانت الوفاة؟ في بغداد. مهنتك؟ شاعر. شكرا لك، تفضل بالجلوس. الادعاء العام. عتبة جارية لم يذكر التاريخ عن شخصيتها شيئا، سوى أنها كانت جارية عند الخيزران زوجة الخليفة المهدي، وقد عاشت أيضا في كنف الهادي والرشيد. لعبت دورا خطيرا في حياة أبي العتاهية الذي أحبها حبا جاما، ولكنها لم تبدله هذا الحب. كانت عتبة شاعرة وموسيقية وذات ثقافة عالية، شأنها شأن معظم الجواري في قصور العصر العباسي، فقد كنا يشكلنا الطبقة المثقفة بين النساء. عتبة إذن قادرة على أن تقوم بدور الادعاء العام، بل ربما هي أقدر من يقوم بهذا الدور لمعرفتها الوثيقة بخصائص المتهم. سيد القاضي. سيد القاضي. الدفاع ويقوم به اليوم أديب العلماء وعالم الأدباء في العصر العباسي الجاحظ، الفيلسوف الناقد الساخر أستاذ عصره وصاحب كتابي البخلاء والحيوان من درر الأدب العربي، عاصر أبا العتاهية وكان ينتمي إلى نفس المدرسة الفكرية، لذا فهو خير من يدافع عنه. سيد القاضي، كنت أتمنى لو لم تقم عتبة بمهمة الادعاء العام. نحن في عصر يسمح للمرأة القيام بمثل هذه المهمة. ليس هذا سبب الاعتراض. أتظن بأني غير مؤهلة للادعاء؟ أنت أديبة وشاعرة، فلما اعتراضك إذن؟ لقد سببت لأبي العتاهية الكثير من المحاكمات والعقوبات في حياته. هي إذن خبيرة في شأن أبي العتاهية؟ سيد القاضي، لقد تحمل ضميرها الكثير من الوزر بسبب أبي العتاهية، ولا أحب أن يحمل ضميرها المزيد. ليس للضمير دخل في هذا، أنا مع الحقيقة. لقد نظرت إلى أبي العتاهية من زاوية الحقد لا من زاوية الحقيقة، بل من زاوية الاحتقار. لا يهمه احتقارك يا عتبة، احترمه جميع الناس. لكنه لم يحترم نفسه. وجهة نظر. أجل، وجهة نظر. أنا أتهم أبا العتاهية بأنه لم يحترم نفسه. الدليل؟ كان متذبذبا وحياته كلها ذبذبة، والمتذبذب لا يحترم نفسه. مجرد قول يفتقر إلى دليل. سأقدم الدليل، وسأبدأ أولا بمعتقده الديني. نحن نستمع. لينفي التهمة عن نفسه، أبو العتاهية بدأ حياته ملحدا. سيد القاضي، لينفي التهمة عن نفسه. الشيء ليس في بدايته إنما في نهايته. سآتي إلى نهايتك، كيف بدأت حياتك؟ في المجون والجهر بالإلحاد، أنت وزملاؤك وأقرانك، وعلى رأسهم أبو نواس. لا أنكر هذا، أبو نواس كان زميلي ونديمي. صداقتك لأبي نواس تثبت هذا. لا يحاسب المرء على ذنوب أصحابه، بل يعرف المرء من أصدقائه يا أبا عثمان. سيد القاضي،
الادعاء العام لم يقدم دليلا بعد او شاهدا. اطلب استدعاء الشاهد الاول سيد القاضي، امير المؤمنين الخليفه هارون الرشيد. استدعي الشاهد. امير المؤمنين الخليفه هارون الرشيد. هارون الرشيد أشهر الخلفاء العباسيين، بل ربما الخليفة الأكثر شهرة في العالم. حول سيرته وحياته ألفت القصص والروايات حتى يومنا هذا. في عصر هارون الرشيد ازدهر العلم والأدب والفن والموسيقى، فقد أحب هارون الرشيد وتزوق الشعر والموسيقى فقرب إليه الشعراء، وكان أبو العتاهية أقرب الشعراء إلى قلبه فاحتضنه وأغدق عليه، ولكن جاء اليوم الذي سجنه وجلده فيه. لماذا يا ترى؟ أمير المؤمنين، أخيراً اجتمعت بعتبة يا أبا إسحاق. ليت هذا الاجتماع لم يكن يا أمير المؤمنين، إنها الآن أقسى قلباً. ترأفي به يا عتبة. أرجو المعذرة إذا استدعيتك شاهداً يا أمير المؤمنين. الحقيقة يا عتبة هي السيد المطلق في كل زمان ومكان. أمير المؤمنين، ما رأيك بمعتقد أبي العتاهية؟ العلم عند الله وهو أعلم بالسرائر. ولكنك سجنته أكثر من مرة وأمرت بجلده. أجل؟ والسبب هو إلحاده. وصلتني أخبار عن هذا. وحققت بهذه الأخبار؟ طبعا، وسمعت أقوال الشهود. هؤلاء الشهود أكدوا التهمة. لو لم يكن الأمر كذلك ما سجنته. وأبوك الخليفة المهدي سجنه وجلده أيضا. أجل. ولنفس التهمة. أجل. وأخوك الخليفة المهدي هذا صحيح لم يكن يطمئن إليه. هذا صحيح. سيد القاضي، ثلاثة خلفاء أدانوه بعد سماع شهود، فهل هذه الإدانات كلها ظالمة؟ شكرا يا أمير المؤمنين، الشاهد تحت تصرف الدفاع. أمير المؤمنين، المتهم كان مقربا منك. أجل. إلى أي حد؟ لقد فضلته على غيره من شعراء عصره وأزلت له العطاء. وفي كثير من الأحيان كان يحرج الشعراء. عندما كان يقرض الشعر في حضرتي كان يسكت غيره، لا أحد جاريه، خاصة إذا كان الشعر ارتجالا. بلغ من إيثارك له درجة عظيمة. أجل، حملت أبنائي على رواية شعره وحفظه، ونصحت المغنين بتلحين قصائده. أمير المؤمنين، هذه الحظوة لديك، ألم تخلق له الحساد؟ الكثير من الفساد يا أبا عثمان. هؤلاء هم الشهود الذين اتهموه بالإلحاد. أجل، ويا للأسف. لماذا أخرجته من السجن يا أمير المؤمنين؟ كنت أحب الرجل وأشفقت عليه من السجن، وأحببت أن أسأله عن معتقده مرة أخرى.
السلام على أمير المؤمنين. لماذا يا أبا إسحاق؟ لماذا؟ لماذا؟ أجل، لماذا تدفع بي إلى عذاب؟ حفظ الله أمير المؤمنين، من منا يعذب الآخر؟ ألا تعلم بأن عذابي أشد من عذابك؟ ربما لو لم تكن أبا العتاهية ما سألت. لكن الشاعر المحلق والجليس اللطيف والقريب من قلبي، أتظن بأن زجك في السجن لا يعذبني يا أبا العتاهية؟ ثم ألا تعلم بأن عذاب السجان يكون أحيانا أشد من عذاب السجين؟ جنب الله أمير المؤمنين العذاب. يا أبا العتاهية، لما لا تكون كغيرك من الشعراء؟ يا أمير المؤمنين، لما لا تكون كغيرك من الخلفاء؟ ألا تسلم أبدا لرأيي؟ أمير المؤمنين، سألتني فأجبت. إنما أتكلم عن معتقدك يا أبا العتاهية. ماذا أقول يا أمير المؤمنين وقد صدقت من سألت؟ إنهم زملاؤك وأقرب الناس إليك. وأنا أقرب الناس إلى ولدي، فهل أعلم ما يدور في ذهنه وفي قلبه؟ حسنا، سأسألك. الناس يرددون بأنك ملحد، فما تقول؟ يا أمير المؤمنين، من القائل فيا عجبي كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد؟ وله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أنت قائل هذا؟ ليس لدي ما أزيده يا أمير المؤمنين. حسنا، هات يديك لأفك قيودك. أمير المؤمنين، هل سجنته حقا لظنك أنه ملحد؟ ما تعني؟ حين امتنع عن قول الشاعر الغزلي سجنته أيضا، فهل يعقل أن يسجن هارون الرشيد شاعرا امتنع عن الغزل؟ ما الذي تريد الوصول إليه؟ ألم يكن السجن في الحالين لأسباب مختلفة عما قيل، لكنك اتخذت من الإلحاد والامتناع عن الغزل سببين ظاهرين؟ ماذا تقصد بهذا يا أبا عثمان؟ هل كنت راضيا عن موقفه السياسي من الحكم؟ بين أتمنى لو يتفضل أمير المؤمنين فيذكر شيئا عن هذا للمحكمة. ذات يوم نظم أبو العتاهية قصيدة يقول فيها: من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب نزرة، وأرى الضرورة غاشية، وأرى غموم الدهر رائحة تمر وغادية، وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخالية. من بين راج لم يزل يسمو إليك وراجية، يشكون مجهدة بأصوات ضعاف عالية، يرجون رفدك كي يروا مما لقوه العافية. من يرتجى لدفاع كرب ملمة هي ما هي، من للبطون الجائعات وللجسوم العارية. وصلتني القصيدة وعلمت بأن الناس يرددونها في كل مكان، فلم يعجبني تصرف أبي العتاهية. لهذا إذن سجنته متذرعا بأسباب أخرى. لو كان موقفه من الحكم معاديا لكان عقابه أقسى. موقفه من الحكم لم يكن عليه شائبة. وموقفه من الخليفة الهادي كان موقفا سياسيا، وأمير المؤمنين رشيد يعلم هذا حق العلم. هذا صحيح يا أبا عثمان، هذا صحيح. فحين وقعت مشكلة ولاية العهد بيني وبين أخي الهادي، وقف أبو العتاهية بجانبي فنقم عليه الهادي. سيد القاضي، أبو العتاهية لم يسجن
ولم يحاكم ولم يجلد من أجل موقفه الديني، إنما من أجل موقفه السياسي الذي شوهه الحاسدون. لذا أطلب رد تهمة الإلحاد عنه، خاصة وأن الخلفاء الذين عاصرهم لم يستطيعوا إثباتها عليه. ترفع الجلسة للاستراحة. أبو العتاهية بدأ حياته كأبيه خزافاً وصانع جرار، كان عمله ملتصقاً بالتراب، وكانت علاقاته بالناس البسطاء. هؤلاء هم أول من استمع إلى شعره وهو يعمل بيديه في عجن التراب، وهم أول من سجل هذا الشعر على قطع من الفخار. وهو لم يتخلى أبداً عن هذه البيئة المتواضعة حتى بعد أن أصبح نديماً للخلفاء، لذلك كان شديد الإحساس بمشاكلهم، نقلها صوراً صادقة مؤثرة بسيطة بكلمات وأوزان شعرية يسهل تناقلها. ربما لهذا السبب وقف منه ذوي الشأن موقف الشك، وربما من أجل هذا سجن وجلد واتهم. الادعاء العام. سيد القاضي، المتهم بدأ حياته ملحدة. لقد نفت المحكمة التهمة عنه والشهود لم يثبتوا شيئا، لكن التذبذب الذي رافق حياته ودفع به إلى نوع من الإيمان هو كفر، صار مانويا. ما معنى هذا؟ معناه أنه اعتنق المذهب المانوي. أريد الإيضاح. المذهب المانوي سيد القاضي يقول بإلهين، إله للخير وإله للشر. هذا ظن لاحقه به الحساد، لكنه عبر عنه في الكثير في شعره في الكثير من المواقف. سأقرأ للمحكمة بعض ما قاله في هذا: ما زالت الدنيا لنا دار أذى، ممزوجة الصفو بألوان القذى، الخير والشر بها أزواج، لذا نتاج ولذا نتاج، لكل إنسان طبيعتان، خير وشر وهما ضدان. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا ليس نفيا للتهمة، إنه يؤكد ذبذبته. سيد القاضي، موكلي عرف بالشاعر الزاهد لأنه كان زاهدا. لماذا نظن هذا؟ لأنه قصر شعره في السنين الأخيرة من عمره على ذكر الموت والفناء والتذكير به. أليس هذا كافيا؟ سيدي القاضي، أطلب للشهادة منصور بن عامر. استدعي الشاهد. الشاهد منصور بن عامر. منصور بن عامر هو إحدى شخصيات بغداد الكبيرة التي عاصرت أبو العتاهية. كان ذا نفوذ في الدولة وله حظوة لدي الخلفاء، كما كان الناس يقصدونه لحل مشاكله. وقد كان منصور من أشد أعداء الموجة الجديدة التي طغت على بغداد نتيجة لامتزاج الديانات والثقافات والعناصر المختلفة. ابن عامر، كيف كانت علاقتك بأبي العتاهية؟ متينة. ومعرفتك به؟ وثيقة. وفي أحد الأيام اتهمته في دينه؟ أجل.
رغم زهده وأشعاره في الزهد. أجل، لماذا؟ كان في أشعار زهده يكثر من ذكر الموت والعقاب دون أن يذكر القيامة والميعاد والبعث. لذلك أشهدت الناس على ضعف دينه. أجل، شكرا لك، الشاهد تحت تصرف الدفاع. أبا عامر، اتهمت أبا العتاهية وأشهدت الناس، فهل وصله الخبر؟ أجل، ماذا كان موقفه؟ أرسل إلي رسالة مكتوبة. وماذا في الرسالة؟ قصيدة، قصيدة من الشعر. ما تقول القصيدة؟ يقول فيها: إن يوم الحساب يوم عسير، ليس للظالمين فيه نصير، فاتخذ عدة للمطمع القبر، وهول الصراط يا منصور. شكرا لك. الشعر الذي يقوله عفويا أصدق من الذي يقوله ردا على تهمة خطيرة قد تبعث به إلى الموت. التهمة لم تبعث به إلى الموت، فهي إذن لم تثبت. الذي ثبت أنه أصبح زاهدا وكرس شعره للزهد. إنه زهد غريب عجيب سيد القاضي، لم ينقطع عن الدنيا، لم ينقطع عن محاولة الكسب، لم يحاول التوقف عن تصيد المتع، إنما كان زهدا من النوع البوذي، زهد للتأمل. التأمل ليس عيبا. أريد أن أسأل المتهم، ما الذي دفع بك إلى الزهد؟ أنت يا عتب، يئست من استجابة لحبك فزهدت في الدنيا. أجل، سيد القاضي، وهل هذا يسمى زهدا؟ أيا كان السبب فقد عرف بزهده. سيد القاضي، لماذا يا عتب؟ لماذا رفضت حبي؟ لأني لم أشعر نحوك باحترام، والحب يبدأ بالاحترام. كنت موضع الاحترام من الجميع، لكنك لم تسلك في حبك طريق الكرامة، وهذا اتهام آخر أوجهه لأبي العتاهية. هذه علاقة خاصة، ولكنها تدل على أخلاقه. لا، هذا ظلم، كنت معتدا بنفسي أحترمها. كنت ذليلة. كنت محبا مدلها، لو أنك ما ركبت رأسك ما أرغمتني على سكب ماء وجهي على دروب الحب. سيد القاضي، سأحكي قصة تدل على ما وصل إليه. في أحد الأيام كنت ذاهبة إلى السوق لأبتاع رقيقا أعتقه في سبيل الله.